السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السابع متوسط، أهلا بكم. النهاردة بنبدأ منهج الصف السابع المتوسط لدولة الكويت تارجت انجلش. معانا النهاردة موديول 1، الوحدة الأساسية الأولى، ماي وورلد، عالمي عالمي. من المتوقع في الوحدة دي listen and complete tasks، تستمع وتكمل المهمات، exchange opinions on a variety of topics، استبدال الآراء في مواضيع متعددة متنوعة، read to make inferences، تقرأ لتعمل استنتاجات واستدلالات، listening and identifying information، الاستماع وتحديد المعلومات، discussing personal issues، مناقشة القضيات الشخصية، designing an advertisement، تصميم إعلان. طبعا نقطة على طول في الوحدة، الوحدة unit 1 family and friends، الأسرة والأصدقاء. reading الدرس الأول reading قراءة هيبقى page number 3. يا ولاد زي ما انتوا ان شاء الله اكيد منكم كتير طلع من السنة من الصف السادس مع فيديوهاتي وتابع فيديوهاتي. الهدف عندي في الدرس دوت ان يكون عندك كراسة خارجية كراسة انجليزية، يا ريت تكون سطرين عشان خطك يبقى حلو. كل درس انت هتفتحه، كل فيديو انت هتتفرج عليه هتفتح الكراسة الخارجية. انا بعمل ايه؟ انا دايما بشاور على الكلمة وبقرأ معاه بالانجليزي. هتروح انت اول ما شاور على الكلمة بالانجليزي واقرأها، تروح انت في الكراسة كاتبها باللي في الكراسة، وهرجع تاني اشاور عليها واقرأها واقول معناها بالعربي، هت انت كاتب معناها جنبها بالايه؟ بالعربي. هنعرف دلوقتي، هنعرف انا بعمل ده ازاي. طيب before you read، قبل ان تقرأ، بيقول لي think بير and share، فكر ادمج وشارك، talk about yourself، تحدث عن نفسك. خلاص يبقى أنا بقول إيه؟ talk يعني تحدث، about يعني عن نفس، yourself يعني عن نفس نفسك. أكيد بقى في طلاب كتير كتبوا المعاني صح؟ طيب my name is، ها كتبتهم في الكراسة، كتبت my وكتبت name وكتبت is. تعالوا بقى نشوف المعاني. اسم، ها كتبت جنب دي اسم، ها اسمي كتبت جنب دي الياء، حرف الياء، ما هو حرف الياء ده ضمير متصل مع اسم، ما تستغربش. ما هو انا عندي لما انا قلت لك اكتب في الكراسه ادي ماي نيم اهو، عايز تكتب جمل جنب بعض مش مشكله، في طريقه حلوه قوي. طب ممكن تعمل كده، تكتب الجمله زي ما هي مكتوبه في الكتاب اهي ماي نيم از، وممكن تعمل ايه الكلمات بطريقه الجدول. في عيال بتعمل جدول كده، بيحبوا دايما يعملوا جدول، ممكن تعمل جدول تسطره بالمسطره، تكتب هنا الكلمه ومعناها، الكلمه الاولى، الكلمه الثانيه، الكلمه الثالثه، على حسب معاني الكلمات. يعني انا هقول لك هنا مثلا، بسيبك من الجدول دلوقتي، يعني مثلا هنا كتب هنا ماي، وهنا نيم، وهنا از. خلاص رجع تاني لماي وعمل ايه؟ عمل ايه؟ انت هتعرف ايه اللي دلوقتي. ونيم يعني اسم، ونيم يعني ايه يا ولاد؟ يعني اسم. وايز يعني يكون، انتوا عارفين ده من سنة اولى ابتدائي اصلا اهو. ايه حكاية اللي دي؟ انت لو جبت اللي مع اسم في نهاية اسم هتبقى اسمي، شايفين اسمي، فالياء دي ضمير متصل. كذلك لازم اجيب ماي قبل نيم عشان تبقى ماي نيم، يبقى اسمي. فانت ممكن تكتب معاني الكلمات هنا اهي، هنا الياء، هنا نيم يعني اسم، نيم يعني اسم، ويز يعني ايه؟ يعني يكون اهو. خلاص دي طريقة ترجمة المعاني. طب تعالوا بس عشان الفيديو هيبقى كتير قوي. عايز تتكلم عن نفسك تقول اسمي ايز يكون كذا، وتحط اسمك هنا. I am not years old، هنا I am أنا نقط عوام، أنت لما تيجي تقول أنا عندي كام سنة بتقول I am مثلا إيه 11 years old، 11 11 12 13 14 15 16 أي حاجة بين years old و I am. خلاص ده لو هنقول عمرنا كام. I like، أنا بحب حاجة، لو أنت بتحب حاجة معانا تقول I like، لو أنت مش بتحب الحاجة هتقول إيه dislike، لا يحب أو يكره. واسم الحاجة هنا my favorite، الشيء المفضل لدي، اسم الحاجة هنا هتكتبها. is يكون بيكون ايه؟ مثلا بقول له my favorite country، country بلدي المفضلة،
هتكتب هنا اسم البلد، اسم البلد الرئيسية country، يعني العنوان الرئيسي للحاجة اللي انت هتقول حاجة ايه ايه بتاع ده. يكون يبقى اللي مفضلة لديك مثلا كويت. طب نجي بقى الكومبريشن، الاستيعاب والفهم. read the emails below and complete the table، اقرأ البريد الإلكتروني أسفل وأكمل الجدول. عندي name، عندي أحمد ودان ولوسي. عندي name age، أحمد هيكون عمره كام ودان عمره كام ولوسي كام. country البلد منها، عندي دان هنا من أستراليا. ها city المدينة بتاعت كل واحد. family عائلة كل واحد، أحمد عائلته two sisters عنده أختين. الفيفوريتس الأشياء المفضلة لديهم، عندي لوسي الأشياء المفضلة إيه زو حديقة الحيوان. طب تعالوا نقرأ واحدة واحدة كده مع بعض دوت. ولد كاتب بريد إلكتروني، كاتب إيه بريد إلكتروني. اللي كاتب البريد الإلكتروني اسمه أحمد، كاتبه لمين؟ لمارك. خلاص هنا بيقول Dear Mark، عزيزي مارك، How are you doing؟ يعني كيف حالك، معناها كيف حالك. I hope you are doing well، أنا أأمل أن أنت بتفعل إيه جيد. doing well تكون على ما يرام، أو نقول له إيه بحالة جيدة. I am أحمد، أنا أحمد. I am from الجهرة كويت، أنا من الجهراء في دولة الكويت. I am 13 and I have got two sisters، أنا أبلغ من العمر 13 عام وأنا لدي أختان اثنان. Their names are إيمان and نورة، أساميهم بيكونوا إيمان ونورة. إيمان is 8 and نورة is 14، إيمان يكون عمرها 8 سنين ونورة تكون 14. I like school and love sports، أنا أحب المدرسة وأحب الرياضات. My favorite football team is the Kuwait national team، فريق كرة القدم المفضل لدي بيكون فريق الوطني الكويتي، الفريق الوطني الكويتي. I've got a personal tablet which I use for reading about sports and doing other school tasks، أنا لدي تابلت خاص، خاص عارفين التابلت التاب زي الأيباد مثلا، تابلت خاص ترجمته المعاني دي تابلت ودي إيه خاص، الذي أنا أستخدمه لقراءة القراءة عن الرياضات وفعل مهمات مدرسية أخرى. Have you got any brothers or sisters؟ هل أنت حصلت على أي أخوات بنين أو أخوات بنات؟ Yours أحمد، بكل إخلاص أحمد اللي كاتب لك الإيميل. تعالوا بقى نرجع فوق نحل مع بعض الجدول. احنا قرأنا عن مين؟ عن احمد. عمره كان كام يا ولاد؟ عايز نسيت هترجع لعمره تاني. قال I am 13 13، يبقى هنكتب هنا العمر بتاع احمد ايه 13، كان عمره 13، كان عمره 13. الكونتري يعني البلد، البلد اللي هو منها ايه؟ ما هو قال لك هنا I am from الجهرة كويت، يبقى البلد من الكويت، هنكتب كويت. ها المدينة،
سيتي، مدينة ايه؟ ها، الجهرة. الجهرة، الجهرة، خلاص. الفاميلي عنده تو سيسترز. عشان هو قال هنا I've got two sisters، انا عندي تو سيسترز. هنيجي بقى نكتب هنا اللي ايه يا اولاد الفيفوريتس. ايه الفيفوريتس؟ ايه الحاجات الفيفوريتس لدي هندور على فيفوريت من القطعة. اهو ماي فيفوريت. ايه الفيفوريت بتاعه هنا؟ فوتبول تيم، فريق كرة القدم، كويت ناشونال تيم. يبقى احنا كده هنكتب ايه؟ كويت ناشونال تيم. المفضل لديه فريق الكويت القومي او فريق الكويت الوطني، خلاص. او ممكن نكتب فوتبول تيم، فريق كرة قدم. دلوقتي هنقرأ عن مين؟ عن واحد تاني. الولد ده اسمه دان، عن دان. دان بيقول ايه؟ هاي علي، I am Dan، أنا دان. I am 12، أنا عمري 12 سنة. I am from ميلبورن، أنا من بلد اسمها ميلبورن، استراليا، موجودة في استراليا. I had a car accident when I was 7، أنا كان عندي حدث لي حادث سيارة عندما أنا كنت أبلغ من العمر 7 سنوات. I was with my parents, my baby brother and my older sister. أنا كنت مع والدي، آبائي، الأم والأب، وأخويا الصغير، البيبي، الطفل الصغير، وأختي الأكبر. I broke my left hip and although I had 3 operations I still can't walk so I use a wheelchair. قال له إيه؟ أنا كسرت عظم الورك ده، ورك أو نتوء، ورك الرجل، عارفين ورك الفخذ، ورك الفخذ اليسار. وبالرغم من ان انا كان لدي او فعلت 3 عمليات، انا ما زلت لا استطيع ان امشي، لذلك انا استخدم كرسي متحرك. Being in a wheelchair didn't limit my abilities. وكوني استخدم في وكوني في موجود في الكرسي المتحرك، الكرسي المتحرك لم يحد من قدراتي. It rather helped me to see the world in a completely different way. قال له ايه؟ وهو الى حد ما ساعدني ان ارى العالم في طريقة واسلوب مختلف تماما او كليا. I have many hobbies. My favorite is listening to audio stories. أنا لدي هوايات عديدة، والمفضلة لدي بتكون الاستماع إلى القصص الصوتية. Best wishes، أفضل الأمنيات، دان. خلاص، نتكلم بقى عن دان. أنا عندي دان أهو. عمر دان كام؟ 12. قال لك 12 سنة. دان كان عنده 12 سنة. سيتي، المدينة بتاعته، البلد. دان كان منين؟
كان من استراليا، البلد بتاعته المدينة ميلبورن، ميلبورن اسمها ميلبورن، شايفين؟ يعني المدينة بتبقى اسمي قبل اسم البلد، خلاص ميلبورن. فاميلي عائلته، عائلته ايه؟ عنده one brother و sister and one sister. هقول له كده one، هقول له brother and sister، brother and sister يعني يعني اخ واخت. الفيفوريتس المفضلة ده ايه؟ الحاجة المفضلة قال له listening to audio stories، الاستماع الى القصص الصوتية. يبقى اقول له كده listening. يا جماعة الغرض من ان انا بحل الاسئلة دي يا ولاد، بيمهد ابنكم انه يروح الفصل يعرف يجاوب جوه الفصل. والله انا بفيد يعني هنا كده الطالب لما يحل معايا كده هيعرف. طيب دوت بالنسبة لمين؟ لدان. تعالوا نشوف كده مع بعض فيديو بيوضح الكرسي المتحرك عندنا، الويل تشير ده مثلا. طبعا دي لعبة على البلاي ستيشن 2 اسمها هانتنج جراوندز. كرسي متحرك، كرسي متحرك اهو، يعني ويل يعني جايه من اسم عجله، فده الكرسي ذو عجله خلاص متحرك. الكرسي المتحرك. طيب هنقرا اخر حاجه عن لوسي. لوسي بتقول يا ولاد هلو فاطمة، أهلا يا فاطمة، I am Lucy from Kansas in the USA، أنا لوسي من كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية United States of America. I am 12، أنا 12 سنة. I've got two brothers and sister. زي ما انتوا شايفين لما تقول له ايه I am Lucy، أنا اسمي كذا، أقول I am والاسم، أنا من البلد الفلانية، from واسم البلد. اما اجي اقول العمر بتاعي اقول I am، والعمر بتاعها هنا عمرها 12 قالت I am 12. عايز اقول انا عندي كم عدد من الاخوات والاخوات اقول له I have got، I've got، واقول له الرقم والاسم الاخوات. I've got two brothers and a sister، انا حصلت على اتنين اخوين اثنين
وأخت واحدة. My brother's names are، ببدأ بقى أقول له أسامي إخواتي، أقول له are Alan and Richard. أسماء أخواتي بيكونوا Alan و Richard. Alan is 15 and Richard is only 5. Alan يكون 15 عام وريتشارد هو فقط 5 أعوام. My sister Noreen is 20. She is a chess champion. أختي نورين هي تبلغ من العمر 20 سنة. هي تكون بطلة شطرنج في لعبة الشطرنج. خلاص يا أولاد، يبقى أنت عرفت تشيس يعني كتبتها في الكراسة معناها شطرنج، وكتبت تشامبيون يعني شطرنج. أنا هديكم مثال، أنا جبت كلمتين هنا مش موجودين في الملزمة دي، شايفين المذكرة دي مش موجودة لا تشامبيون ولا موجودة تشيس شطرنج، فأنت عرفت معناها من الطريقة الحلوة بتاعتي. I love animals and enjoy going to the zoo. أنا أحب الحيوانات وأستمتع بالذهاب إلى حديقة الحيوان. I've got a pet goldfish. أنا حصلت على حيوان أليف جولد فيش، السمكة الذهبية. My favorite place to visit is the zoo. ومكاني المفضل للزيارة بيكون حديقة الحيوان. Kind regards Lucy. قالت يا ولاد أطيب التحيات لوسي. تعالوا بقى نحل عن لوسي. قال لك هنا بقى ايه عمر لوسي ايه؟ ها 12، برضو عندها 12 سنة. الكونتري البلد بتاعتها كانت ايه؟ البلد اليو اس اي، الولايات المتحدة الامريكية. لازم حروف الكلمة كلها تبقى كابيتال. المدينة كانت منين هي؟ من كانساس. خلاص كانساس. الفاميلي عائلتها قالت انا عندي ايه؟ two brothers and a sisters، اخين بنين and a sister، واخت واحدة بنت. الفيفوريتس لديها زو، الحاجة المفضلة عندها حديقة الحيوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.